ما رأيك أو ما حكم السفر إلى بعض الدول والبلاد الإسلامية للجهاد تحت راية الجماعات التكفيرية والجهاد؟ لا يجوز، وأقولها لله وربي، ولقد ما نصحت طلابي وشبابي من هذا. الخروج للجهاد لا بد أن يكون تحت راية إمام وقد تفضلت بذكر الحديث الإمام جنة انتقل إلى القاتل المراد، وإلا لصار أمر الجهاد فوضى كما ينادى الآن بالجهاد في بلاد المسلمين بدعوة تكفيري. هذا لا يجوز. عندك كلام ثاني؟ نعم. أقول إن مصر كانت ولا زالت وستظل إن شاء الله صخرة من معدن الحق تتحطم عليها كل مرجعات الباطل والضلال، والتاريخ شاهد بهذا. فمن الظلم البين أن نحكم على مصر بالكفر، وهي التي نصرت الإسلام من أول يوم دخل إليها نور الإسلام. فعلى شبابنا وأولادنا في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلدنا الآن أن يقفوا مع مصر، أن يقفوا مع مصر، وأن ينصروا هذا البلد الذي طالما نصر الإسلام وقضايا الأمة من أول التاريخ وإلى يومها. وأبشر من يخافون على الإسلام، لأن الكثيرين الآن مصابون بحالة فزع. الإسلام دين الله وهو يحارب من قرون طويلة، ولا زال وسيظل إن شاء الله تعالى بوعد الله وبوعد رسول الله. وأسأل الله أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. أنا هذه الكلمات كي أكسر بها حدة الحوار الذي كان، وردا على سؤال سألته المحكمة في جلسة سابقة الشيخ يعقوب وهو الصلاة على النبي حتى نكمم الأفواه. أقول كلمات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد المحبين المتيمين في حبه: وعروس مملكة المهيمن أنت يا طه، وأنت في جمعها ترض العلم، أوليس أنت الأصل في فيضان ما عم الأنام من المكارم والنعم؟ أوليس من سطعات نورك أشرق البدران والداران يا نور الظلم؟ طب إذ العضلات أعضل كسرها، صححتها للمذنبين فلا ثقة، تهب الجزيل لمن أتى يبغي الندى، تحمي النزيل إذا بحضرتك اعتصم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قررت المحكمة أولا يصرف الشاهد من ديوان المحكمة مع إقالته من الغرامة المقضي بها بالجلسة الماضية. ثانياً تؤجل القضية ل19 لتنفيذ القرارات السابقة وللمرافعة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. رفعت الجلسة. ماذا سيحدث؟